استبعاد بس مرسي من تشكيلة نادي سموحة أمام الزمالك طبعا ببساطة شديدة جدا حصلت مشدة بينه وبينه عشان ما نزوقش كلام لأنه تعلن في الدنيا كلها بس مش مش محتاجين نقول تفاصيل يعني هو بيدافع عن الزمالك وحسام حسن بيتكلم لازم نكسب هو حسام حسن لما بيتكلم مع فرقته بيقول إيه أي كوتش بيتكلم يا اخوانا الفرقة اللي عادي جدا دي فرقة عادية جدا وفرقة تعبانة ومتصدرة الدوري ك... انا بحفز فرقتي انا من جوه قرار عارف ان الزمالك دي فرقه عظيمه من جوه من جوه حسام حسن عارف كويس قوي ان الزمالك فرقه جامده جدا وان هي متصدره الدوري بتاع، عايز يخفف الضغط على فرقته ده عادي جدا ودي اول على الفاضي وأأأأأ. بيحفز كلام مباح ومتاح ها 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 ورد الشيك خلاص يبقى خلاص يبقى لجنه الحكام مع صديقنا محمد القاضي دلوقتي اتصل بيهم قالوا ان الشيك تم توريده وبالتالي يوم الاربع ان شاء الله هناك حكم اجنبي للقاء سموحه ونادي الزمالك وفرج بيعامل رحب جدا باستخدام طبعا حكم اجنبي وطالب حتى لغايه نهايه الموسم ان يبقى فيه طبعا سموحه بمنتهى الصراحه مستفيد من وجود حكم اجنبي لانه الحكم اجنبي لن يكون عليه ادنى ضغط لا يعرف ابيض ولا ازرق يعني هذا هو الأمر فيما يتعلق بنادي الزمالك